ممكن تقضي حياتك كلها تبحث عن الشهرة ولا توصل لها، ومن الممكن أيضا أنك أنت تكون مشهور وتحاول تبتعد عنها ولا تقدر لأنه طبيعة عملك هي سبب شهرتك. هذا اللي تعاني منه المغنية والممثلة المرشحة للأوسكار ليدي غاغا في الفترة الحالية، حيث أنها قالت أنها تبغى تعيش حياة العزلة وتبتعد عن الأضواء. وش رايكم بالكلام هذا؟ خلاص بعد ما عاشت وانبسطت في ذاك، بعد ما لبست اللحم ولبست الهريس ولبست الكبسة وجمعت فلوس على قلبها، بعدين قالت انا ابغى ابتعد عن الاضواء ما ابغى الشهرة. بدري عمتي، كان من البداية. لا بس هي تقول، لو نرجع لكلامها ومقابلتها، هي كانت تتكلم عن انه هي وصلت هنا لحبها للكتابة وتأليف وتلحين الاغاني والغناء، وتقول لو اليوم أنا ماني مشهورة برضو راح أكتب في المكان اللي أنا أكون فيه، وراح أكتب وبرضو أغني. بس رجعت لفترة من حياتي لما كان عمرها حول 14-15 سنة، هنا قالت أنا كنت في العمر هذا أحتاج ناس يكونوا حواليني يقولوا لي أني أنا كويسة، أني أنا ممتازة، أني أنا قاعد أسوي شيء. بعدين شغلها خلاها تنشهر، بعد كده قالت لا مو هذا اللي أنا أبغى. صح انه الفترة الأخيرة البعض صار يبحث عن الشهرة بس عشان الشهرة بحد ذاتها، لكن البعض الشهرة هي اللي تبحث عنه، مثل أصحاب المواهب من لاعبين كرة قدم، مغنين، ممثلين وغيرهم. تشوفون انه اللي يصير مشهور علشان موهبته أو علشان عمله برضو ينزعج من هذه الشهرة؟ شوف، هي لأنه مضطر عليها هو، هي فيها أي مضطر وفيها التزام. يعني لو نتكلم على سبيل المثال لاعب أو رياضي، لاعب كرة قدم يتطلب تمرين، لازم يسافر، لمن يوصل هناك يتأقلم مع الوقت بسرعة، مطالب في أنه يكون في حالة ذهنية دائما جاهز، المؤتمرات الصحفية اللي يقابل الناس فيها، فكل شيء محسوب عليه. هذا يحطك تحت ضغط. طيب متى يكون مرتاح؟